وللوقوف على التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، معنا من فيينا أستاذ العلوم السياسية في جامعة فيينا والأستاذ في معهد السلام الدولي البروفيسور هاينز غارتنر. أهلا وسهلا بك بروفيسور. يعني عادت الأوضاع في هذا اليوم الثالث بعد انتهاء الهدنة بين إسرائيل وحماس إلى نفس المشاهد التي سبقت الهدنة، بالتالي قصف ومعاناة إن كان في غزة أو حتى في الضفة الغربية. إلى متى سيستمر هذا السيناريو على الأرض برأيك؟ يبدو أنه الجانب الإسرائيلي لديه هدف ولا يلون اهتماما لتوصيات المجتمع الدولي. إنهم كما قال وزير الدفاع الأمريكي أنه يجب حماية المدنيين وحماية القانون الدولي وحماية هذه القواعد، وهذا ما أكدت عليه نائبة الرئيس السيدة كاميلا هاريس. ولكن ذلك لم يمنع إسرائيل من استمرارها في شن هجماتها وإطلاق النار. ذلك أدى ليس فقط إلى تدمير غزة بشكل كامل، بل أيضا إلى إخلاء غزة من سكانها بشكل كامل، وفي تعد جارف على كل القوانين الدولية والاتفاقيات الدولية. إن الولايات المتحدة الأمريكية بإمكانها فعل شيء ما إذا كانت تريد ذلك لمنع ذلك التصعيد. وقد تصرفت الولايات المتحدة الأمريكية في 1965 عندما أجبرت الجانب الإسرائيلي على الانسحاب من الأراضي المحتلة ومصر، ولكن هي يبدو أنها لا تحاول جاهدة بفعل ذلك. وأيضا يبدو أن الجانب الفلسطيني من مواطنين هم من يعانون أكثر المعاناة هنا، وما قاله جوزيف بوريل أيضا عن قبل أن استمرار القصف يأمل أن يؤدي ذلك إلى هذه الهدنة، إلى وقف كامل إطلاق النار، إلا أن ذلك لم يحدث. وبالتالي ليس لدى الجانب الأوروبي أي ضغط على الجانب الإسرائيلي، وإسرائيل لا تهتم. إذا توقفنا عند ما قاله وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم وما ذكرته بروفيسور فيما يتعلق بأنه حماية المدنيين، هو اليوم وصفهم بأنهم الثقل الموجود في قطاع غزة، هل لمستم بهذا التصريح ربما أي تغير ربما يؤدي إلى ما ذكرته أنه مزيد من الضغوط للتوصل إلى وقف إطلاق نار، لأنه حتى تحدث عن هزيمة بدل نصر للجانب الإسرائيلي؟ أنت محقة، هناك تغير في الأسلوب الخطابي الموجه هنا. منذ بداية تلك الحرب كانت الولايات المتحدة الأمريكية تدعم إسرائيل دعما كاملا وغير مشروط، وإنها حلفائها وكانت تسعى إلى حماية مصالحها. الآن لم يعد ذلك الأمر، ووفقا للجانب الإسرائيلي و أهم قادات إن قتل المقاتلين من حماس هو الهدف، ولن يكون هناك تفرقة بين المدنيين وبين المقاتلين من عناصر حماس. لذا يجب أن تتحرك الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة ما، ولكن ما نراه وما نسمعه هو مجرد خطابات وكلمات، لا يوجد تواصل. لا وزير الدفاع ونائبة الرئيس يقولون ذلك، ولكن لا تنفيذ، لا إجبار لتنفيذ، وذلك لن يغير من الوضع شيء حتى في ظل الضغوط الدولية. وأيضا
تغير وجهة المجتمع الدولي تجاه ما يحدث في غزة والقصف الإسرائيلي. لذا يجب أن يكون هناك تصرف ورد فعل بوقف إسرائيل الآن. البعض يقول بأنه حتى أنه الهدف الأساسي التي تركز عليه إسرائيل والتي تركز عليه إسرائيل تركز عليه الولايات المتحدة أيضا، وهو القضاء على حماس. في حال اليوم نرى أن المشاهد عادت إلى ما فترة ما قبل الهدنة، هل عمليا يمكن أن نكون أمام قرار يغير من واقع الأمور؟ لأنه ليس الموضوع محصور فقط في غزة، الموضوع اليوم يزيد اشتعالا في الضفة الغربية، وهناك إدانات واضحة من الجانب الأمريكي لإسرائيل، وتصف هجمات المستوطنين بالإرهابية. بالطبع لا يوجد حماس في الضفة الغربية، وحماس لذا القول بأنهم يسعون إلى تدمير حماس العاملة بشكل أمني وعسكري في القطاع، لكن الضفة الغربية يبدو أن هناك بعض الرهائن من الجنسية الأمريكية ومن يبحثون عنهم، وربما ذلك السبب، ولكن ذلك لا يبرر التدمير المستمر وتعريض المدنيين للخطر في الوقت الحالي. فيما يتعلق بتصرفات الجانب الإسرائيلي بتدمير حماس، فذلك مساوم لتدمير غزة بشكل تام. غزة الآن أصبحت منطقة غير قابلة للعيش فيها بعد الآن، لا يوجد مياه شرب، لا يوجد بنية تحتية، تدمر أكثر من 65% من القطاع، وأنا أخشى أن ذلك ربما هو الهدف الأساسي من الجانب الإسرائيلي عن نية مسبقة، لأن هذا ما يحدث. طب اليوم أيضا هناك كان تعويل قبل 3 أيام على تمديد الهدنة، ومن الهدنة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. يبدو أنه السيناريو هذا بعيد أقله حتى الساعة. برأيك ما الذي يمكن أن يدفع الأطراف إلى العودة إلى مفاوضات غير مباشرة أقله لاستكمال عملية تبادل المحتجزين والأسرى؟ يبدو أنه قوة الضغط الوحيدة لدى الحكومة الإسرائيلية الآن هي الولايات المتحدة الأمريكية. لذا أخشى أن الولايات المتحدة الأمريكية ضعيفة للغاية للضغط والتأثير بشكل قوي على حكومة نتنياهو لوقف أعمالها وهجماتها العسكرية الآن، ولكن لا تمتلك الولايات المتحدة أي قوة ضاغطة عليها. وأرى أن ذلك الوضع ربما سيستمر حتى ينتهي كل وجود الفلسطيني من قطاع غزة، وقد يتسبب ذلك في نزوح كافة المدنيين من القطاع أيضا، وهو أمر ما قاله وزير الداخلية الإسرائيلي. وربما أيضا نتنياهو أيضا ضعيف لإنهاء ذلك الوضع، فباستمرار ذلك الوضع لا أرى أي إمكانية لأن يكون، ربما إن توقفت الولايات المتحدة عن إرسال الأسلحة. مدعي المحكمة الجنائية الدولية قال اليوم بأن هناك عزم على توسيع أو تكثيف التحقيقات في الأراضي الفلسطينية. بروفيسور، برأيك إلى أين يمكن أن تصل هذه التحقيقات؟ إن نظرنا إلى الوضع الذي الوضع العام بالنسبة للمجتمع الدولي وعدد الدول التي أكدت على أنه لا هناك رفض تام للتهجير القسري، هناك لذا كان هناك داع لتنفيذ تلك التحقيقات للتوصل إلى الحقيقة
حقيقة الوضع، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تستمر في القول أنه لا يمكن التحقق من حقيقة ما يحدث في قطاع غزة. شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا من فيينا. البروفيسور هاينز غارتنر، كنت معنا من فيينا، شكرا جزيلا لك. أستاذ العلوم السياسية في جامعة فيينا والأستاذ في معهد السلام الدولي، شكرا لك.